أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ طب أصحاب الكهف وفهمنا، طب الرقيم، والرقيم واضح أنهم جماعتين مش جماعة واحدة، أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم، بس في بينهم ارتباط. إيش الرقيم؟ إيش الرقيم؟ أولا رقيم اللي هي سعيل بمعنى مفعول، أوضح. جريح شو قصدنا؟ مجروح. قتيل شو قصدنا؟ مقتول. رقيم شو قصدنا؟ مرقوم، أصحاب المرقوم. طب إيش الرقيم؟ هل الرقم هو الكتابة؟ الكتابة رقم لأنه إحداث إيش؟ علامات بتجعلك تفهم. طيب واليوم إحنا لما نضع رقم مشان ننجز، مثلا هذا رقم البيت 1، رقم البيت 2، رقم البيت 3، إحنا نضع علامات نسميناها أرقام للتمييز. أنا اعتقادي من خلال نظرتي في قصة أهل الكهف إنه إيش يعني الرقيم؟ إيش يعني الرقيم؟ لاحظوا، أولا أرى إنه قصة أصحاب الكهف مغرقة في القدم، وهذا من الأشياء اللي بتجعلها موجودة عند كثير من الأمم، مغرقة في القدم. لاحظوا هذول الشباب لما ناموا في الكهف، شوفوا حكمة الخالق الآن، لما ناموا بالكهف يبدو إنهم بعض الروايات، ودير بالكم لا يمكن اعتماد الروايات لا السريانية ولا اللاتينية ولا اليونانية اللي بتتحدث عن الموضوع. ليش؟ هكذا رح نيجي في القرآن ليش. ولكن واضح انه غيبة هذول الفتية عملت ضجة في المجتمع اللي كانوا فيه. أين الفتية؟ ما أحد بيدري وين الفتية. طيب هذول الفتية كانوا مؤمنين، إذا في مؤمنين بدعوة، فيبدو أنه كانت في نبوة. تصوروا الآن السورة التالية، افرضوا أنه بعد 10-20 سنة 30 ما ندري انتصرت الدعوة، كيف الرسول كان مضطهد في مكة سنين معدودة على الأصابع، صار هو فاتح مكة 8 سنين بس، شيك فاتح مكة، يبدو أن النبوة انتصرت. النبوة ماذا قالت؟ والآن بدي تقولوا لي شو دليلك، راح تشوفوا شو الدليل. النبوة شو قالت؟ النبوة قالت للناس الفتية الذين ذهبوا، وممكن يكون فيهم منهم أولاد ذوات، أولاد ذوات ناس مشهورين، تمام؟ الفتية اللي غابوا، النبوة قالت، يبدو فقط من دلل إنه نبوة. الفتية اللي غابوا نايمين في مكان ما، وراح إيش يستيقظوا من نومتهم أو يبعثوا من نومتهم بعد نومتهم 309 سنة. الآن لاحظوا كل هذا تصور، راح تشوفوا الآن دليله. افرضوا هون ناموا في هاي السنة، النبوة هون قالت لهم انه بعد 309 من نومتهم شو راح يصير؟ يستيقظوا. الناس بدأت ترجع لورا وتقول، الناس ترجع لورا وتقول ليش هم وين تناموا؟ ديروا بالكم الأمم اللي ما عندها تقويم، ما عندها تقويم لا يمكن ان تحس بالزمن بشكل متساوي، كل واحد بحس بالزمن بطريقة. طب وين هذول ناموا؟ وين تناموا؟ بدنا نرجع الآن، لأنه النبوة إذا بتقول 309 معناته وين تناموا هذول؟ بدنا نرجع، لما بنرجع راح نختلف. في ناس راح يبدو مثلا من 10، نقطة الصفر 10، هاي ماضي 10 نقطة الصفر. نقطة الصفر عند هذول بجوز 15، عند هذولك بجوز 20، اللي بدوا بس كلهم بدوا مع بعض. وبدوا الآن إيش؟ كل سنة شو يعملوا؟ ترقيم. ترقيم، والأمم القديمة كانت ترقم على حجارة، ترقيم ترقيم
تصوروا لما أم يقعدوا 200 و300 سنة وهم معتادين إنهم رقموا، هاي سنة بعدها هاي سنتين، في ناس بدهم من 10 كلها، في ناس بدهم من 15، في ناس بدهم ممكن من 20. نبدأ الآن شو اللي بصير؟ بيكتشفوا الناس قديش أهمية الزمن والتقويم، وبصير التقويم بالنسبة لهم معتاد، وأصلاً أي حضارة من الحضارات لابد من التقويم. لذلك تجدنا دائماً أكثرنا اليوم لازم معنا إيش؟ ساعة. ولذلك إنما النسيء زيادة في الكفر، ليش؟ التلاعب بالأشهر زيادة في الكفر، ليش؟ التلاعب في الزمن، ليش؟ لأنه أصلاً ضد الحضارة. لذلك مالك بن نبي العالم الاجتماع الجزائري المشهور لما عرف الحضارة، قصدي عناصر الحضارة، إنسان، تراب، وقت. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سأل الصحابة أنتوا وين موجودين؟ في وين موجودين؟ في عرفات. كان في شو اليوم؟ 9 ذي الحجة. طيب ضبطلهم الوقت، الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أنتوا بتقولوا 9 ذي الحجة، أيوه بالضبط هذا كلام صحيح، والزمان استدار. ضبط الساعة الرسول، ضبط الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. الوقت مهم جدا. طيب بقيوا يرقبوا، صار ممكن يكون أكبر حكمة لنومة أهل الكهف، في منتظرين، أثناء الانتظار في إيش؟ ترقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف النايمين والرقيم اللي برا إيش؟ انتظروا. كيف عندنا في مهدي منتظر بس مش عم نرقم إحنا؟ لأنه ما أعطيناش زمن إله، ما أعطيناش زمن إله للمهدي المنتظر. وإنما شو هو المهدي المنتظر؟ هو نبوءة بأنه الإسلام زي ما بدأ أقام الدين الحق، وفي آخر الزمان نفس الشيء. إذا ما بينه الإسلام يصلح بين التنتين، من البداية إلى النهاية وما بينهما الإسلام يصلح لكل زمان. لأنه في ناس اليوم بزعموا أنه أجل الإسلام تاريخي بس لزمان، لا يا أخوي، وكمان آخر الزمان تختم بإقامة الحقيقة الإسلامية، تمام؟ طيب لما بعث أو استيقظوا من نومهم واكتشفت الناس مين اللي كان تقويمه صحيح، وإذا بالناس كانوا حزبين. طب ليش حزبين؟ لأنه اللي كان تقويمه صحيح فلما استيقظوا وجد أنه تقويمه 309، في ناس ممكن تطوير، معناته الناس حزبين، اللي قال صح حزب واللي قال خطأ حزب. لاحظوا الآن الدليل على الكلام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذن كاين في ناس بيحصوا، لاحظوا كاين في ناس بيحصوا، وفي ناس ظهر إنه أدق إحصائهم من الآخرين، معناته لا يعقل إنهم عارفين إنهم نايمين إلا بنبوة، ولا يعقل إنهم عارفين سيبعثوا إلا بنبوة، معناته النبوة مخبرة، لا يعقل إنه الإحصاء أجى بعد ما قاموا، لابد أن يكون الإحصاء قبل، لأنهم لما قاموا قالوا بده يحصي، يعني يحصي إيش يعني؟ بعد ما قاموا يحصي إيش؟ معناته في إحصاء قبل، والإحصاء القبل لا يمكن أن يكون إلا عن نبوة، وإلا ما يدريهم إنهم نايمين، ما يدريهم إنهم راح يستيقظوا. وبعد 309 سنة معناته إيش استفدنا؟ يبدو على فكرة، وهذه لي دراسة فيها مش موضوعنا الآن، يبدو إنه أول ما بدأ البشر موضوع التقويم ومعرفتهم قيمة إنه يكون في تقويم كانت بهاي القصة. يعني ممكن نوح وقصته أول تعليم للبشر يركبوا المياه، وقصة الكهف
ممكن تكون أول تعليم للبشر بأهمية التقويم. وهذه قضية مهمة، أهمية التقويم. في أدلة على هالكلام، هذا ما بستحلوش الآن هذا المقام، لكن واضح هيك بتصير سياق الآيات واضح. ثم بعثناهم ليتبين أي الحزبين أدق إحصاء لما لبثوا. معناته نومتهم كان فيها هذه الحكمة وأهمية الزمن واكتشاف التقويم وممارسته عبر الزمان.